دكتور، هل بالإمكان إعطاؤنا نبذة تعريفية عن قسم التاريخ؟ شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. حقيقة يعني بداية أود أن أرحب بطلبتنا الأعزاء بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية. بالتأكيد يعني قسم التاريخ ومخرجات قسم التاريخ، قسم التاريخ هو غني عن التعريف، وقسم التاريخ يعني هو أبو العلوم. المتخرج من التاريخ سواء كان بالدراسات الأولية أو العليا يدرس جميع القضايا، سواء كانت القضايا السياسية هي من اختصاص قسم التاريخ، التطورات السياسية في الدول، وإذا كان في الجانب الاقتصادي فقسم التاريخ يدرس التطورات الاقتصادية، وإذا كان في الحياة الاجتماعية أيضا قسم التاريخ أيضا من يتبحر في هذا الجانب الحياة الاجتماعية، سواء كانت في ناحية التعليم، الصحة، التربية، بنى التحتية، كلها يدرسها قسم التاريخ. لذلك أقول إن مجالات ومخرجات قسم التاريخ سوق العمل فيها واسعة وكبيرة جدا، تستوعب جميع خريجي قسم التاريخ من كليات الآداب، وبالتحديد كلية الآداب في جامعة بغداد، وهي الكلية الأم، وشهادة كبيرة أن يكون المتخرج من جامعة بغداد كلية الآداب، الكلية العريقة، وهي أقدم وأعرق كلية في بلدنا العراق. وأهلا وسهلا بطلبتنا الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.